مرحبا بكم في قناة المغرب دوت كوم. لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. هذه أبرز العناوين. رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجاع يوجه صدمة جديدة للاتحاد الجزائري. نجم المنتخب الوطني المغربي سفيان الرحيمي يقود العين الإماراتي لإنجاز جديد. نادي تشيلسي الإنجليزي يفاجئ كل المغاربة ويخطف نجم مغربي جديد إلى جانب النجم المغربي حكيم زياش الصيف المقبل. بسبب المنتخب الوطني المغربي قرار حاسم من الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قبل المواجهة الودية يوم السبت المقبل. استنادا لوضعه في تدريب تحديد مدى إمكانية مشاركته أشرف حكيمي أمام المنتخب البرازيلي. قام رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوز القجاع بتوجيه صفعة قوية للاتحاد الجزائري لكرة القدم بعد نجاحه في إقناع حارس نيم الفرنسي المولود لأب مغربي وأم جزائرية بتمثيل المنتخب الوطني المغربي. وكشفت التقارير الصحفية أن حارس أمجد نزيه البالغ من العمر 21 سنة والذي يعد من بين أفضل حراس مرمى الفئات السنية لفرنسا قد اختار اللعب بقميص المنتخب المغربي بدل نظيره الجزائري. وبحسب ذات المصادر فقد ساهم وسطاء المغاربة في إقناع أمجد نزيه باللعب لمنتخب بلد والده، والمثير أن والدته الجزائرية هي من ساهمت في تأهيل لاعب إيديريا لتمثيل المغرب. وأشارت المصادر نفسها إلى أن أمجد نزيه وافق دون تردد بعدما نجح المغربي في إقناع والدته بفكرة مشروع الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. ويعد استدعاء أمجد نزيه الذي تكون في نادي تولوز الفرنسي ولعب في جميع الفئات السنية للمنتخب المغربي ضربة موجعة في ظل التنافس الشديد عليه من قبل فرنسا والجزائر. ساهم الدولي المغربي سفيان الرحيمي في تصدر فريقه العين الإماراتي قائمة أقوى هجوم عقب إجراء الجولة 20 التي تزامنت مع التوقف الدوري الإماراتي الممتاز الذي يتماشى مع قرار أيام الفيفا. وأحرز سفيان الرحيمي 10 أهداف من 51 التي تمكنت العين من تبرؤ الصدارة بفارق 9 أهداف عن الأهلي المتصدر الترتيب العام للدوري. ويشار إلى أن رحيمي بهذه الحصيلة يأتي في المركز الثاني في قائمة هدافي العين وراء الطغولي لاباكوجو الذي سجل 21 هدفا وبالتالي يحتل المركز الأول في الترتيب هدافي الدوري بحيث يسير نحو الاحتفاظ بلقب هداف الموسم للمرة الثانية على التوالي. ويذكر أن الدولي المغربي رحيمي انتقل للعين الإماراتي في فترة الانتقالات الصيفية لعام 2021 قادما من نادي الرجاء الرياضي بعقد يمتد إلى غاية 2024. يتطلع فريق نادي تشيلسي الإنجليزي للتعاقد مع لاعب دولي مغربي جديد إلى جانب النجم أسود حكيم زياش. ووفقا لصحيفة سبورت الكتالونية فإن تشيلسي يخطط للتعاقد مع عبد الصمد الزلزولي لاعب نادي برشلونة الإسباني والمعاه لصفوف نادي أوساسونا. وأضافت الصحيفة الإسبانية أن نادي تشيلسي الإنجليزي يضع عبد الصمد الزلزولي ضمن اهتماماته خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. وأشارت التقارير ذاتها إلى أن إدارة بلوز تثق في قدرات عبد الصمد الزلزولي على النجاح والتأقلم سريعا في الدوري الإنجليزي في حالة إتمام التعاقد معه. وحدد نادي برشلونة ثمن التخلي عن اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي في 25 مليون يورو وهو قيمة الشرط الجزائري للاعب المغربي. وبات نادي تشيلسي ثاني فريق إنجليزي يرغب في انتداب اللاعب المغربي عبد الصمد الزلزولي بعد ولفرهامبتون الذي طالب بانتداب اللاعب قبل شهر. قرر الاتحاد البرازيلي لكرة القدم اتخاذ قرارا حاسما له ارتباط بمباراته ضد المنتخب المغربي السبت القادم. ورفض الاتحاد البرازيلي برمجة اي مباراة ودية ثانية بعد لقاء المنتخب المغربي لأسباب رياضية. وكشف رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إدنالدو رودريغيز في تصريحات صحفية إعلامية برازيلية أنه تم التركيز على لقاء المغرب لا غير بسبب قيمة المنتخب المغربي. وصدق إلى أن رفضنا عروض أخرى لكون المنتخب المغربي منتخب عالمي ولعب نصف نهائي كأس العالم مما يفرض التركيز عليه فقط.
وفي المقابل أشار رودريغيز بكرم ضيافة المغرب قائلا: نشكر المغاربة على حسن الضيافة والكرم حيث نشعر وكأننا في البرازيل. وأضاف في تصريحه للقناة الرياضية المغربية قائلا: المباراة ستكون مهمة، سنواجه منتخبا قويا وقد تابعنا ما حققه في المونديال من نتائج جيدة حيث أبهر الجميع ويمتلك لاعبين كبار وفي المستوى. خيم الجدل والغموض على وضع النجم المغربي أشرف حكيمي حول مدى إمكانية مشاركته في الودية المرتقبة أمام المنتخب البرازيلي يوم السبت القادم في طنجة، واستنادا للحصص التدريبية الماضية له مع المنتخب المغربي في المعسكر الحالي، فإن اللاعب يشارك في المران الجماعي لفترة محددة وأقل من باقي زملائه. وأكدت المصادر أن التعامل الحكيمي يتم بحذر من أجل إدماجه تدريجيا في الأجواء التنافسية ومشاركته في ودية البرازيل محتملة بقوة. وكان المنتخب الوطني المغربي قد أكد أنه يأمل في لحاق أشرف حكيمي بمواجهة المنتخب البرازيلي لقيمته الكبيرة ورغبته في التواجد بمباراة تاريخية أمام البرازيل. شكرا على حسن المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد أخبار المغربية.